عملنا كوبري عبارة عن بلاطة على أعمدة على خوازيق داخل القطاع المائي للرياح التوفيقي بالتنسيق مع وزارة الري، ثم طبعا كركنا ونظفنا تحت الكوبري علشان لا نؤثر على القطاع المائي للرياح التوفيقي. بعده طريق القاهرة سكن... لا رجع لي لو سمحت. ارجع تاني، ارجع تاني. انا بس تعليقا على المحور ده، احنا لما جينا نعمل لما جينا قلنا الكلام اللي ذكره الفريق كامل فيما يخص ان احنا نعمل محاور تبتدي مثلا من بنها لغايه جمصة او من عشان يبقى الحركه عبر المحافظات حركه مريحه، وجينا نتكلم زي الموضوع بتاع بنها المنصوره اللي قدام مننا ده، لو كنا انا بتكلم عشان احنا الموضوع ده بياخد مننا كلام كتير، ويمكن الناس في مصر تقول لي يعني انتوا ليه بتكرروه كتير كده؟ احنا عايزين نعمل حاجة جيدة للناس ولشعبنا ولأهلنا عشان يعني نساعدهم ونريحهم، مش عشان بس يتحرك على الطريق، لا ده كمان عشان لو في تجارة ممكن تتحسن هتتحسن بالطريقة دي، لو في حاصلات زراعية ممكن تتحرك من داخل المحافظات دي لغاية المواني او لداخل القاهرة او حتت اخرى هتبقى متحركة على محاور مريحة تقوم تقدر توصل بشكل جيد وما تتلفش. يعني انا لو كان النهاردة كان في احترام ل ده ومفيش تعدي، ها بلاش بقول بقى احترام، مفيش تعدي على حرم الترعة او المصرف او الرياح ومحدش قرب منه، ما كناش هنبقى محتاجين نعمل كوبري زي كده بتكلفة كام يا كامل؟ سيادتك كوبري سيادتك ده متكلف مليار جنيه. يبقى انا النهارده كان ده كنت كل اللي هعمله على الطبان بتاع الترعة او الرياح ما يكلفنيش الكيلو ولا الاتنين كيلو، ربع التكلفة ديت، مش كده؟ تمام يا فندم. لكن انا لما ما لقيتش طب اعمل ايه؟ فرحنا رايحين سايبين بقى التعدي اللي موجود ورحنا عاملين محور تاني خالص في فين؟ في الميه. محدش يعمل كده. مش محدش يعمل كده يعني احنا غلطانين، لا. محدش يعمل كده في نفسه. مفيش بلد وشعبها يعمل فيها، مش بس شعبها، مسؤوليها يعمل كده في البلد ويسيبها بالطريقه ديت. احنا بنفكر نعمل محور المحمودية البحيرة، مش كده كامل؟ تمام يا فندم. حجم التعدي على ايه؟ على حرم ال يعني بقيت المحمودية 5500 تعدي. طب انا يعني عايزيننا نعمل ونبني بلدنا ونبقى فرحانين بيها، ولا احنا برضو دفرة هنصر على ان احنا ندور على بنظرة ضيقة؟ وبالمناسبة انا مش ضد ابدا ان الناس تبني وتعمر، بس احنا عايزين نبني ونعمر في مجال او بما يعني لا يعني يسبب مشاكل كبيرة جدا جدا. بالمناسبة هو ده هيقعد كام سنة التعدي اللي موجود ده؟ ده 100 سنة محدش هيقدر يقرب له. فطب احنا هنقدر نعمل كل مشاريعنا بالطريقه اللي حلينا بيها الموضوع ده؟ ما نقدرش. لا طبعا. دي تكاليف كبيره جدا جدا علينا. فاحنا من فضلكم يعني بس انا حبيت اشاور على النقطه ديت لينا بما انها موجوده. ولما كامل عرض الموضوع بتاع الترعه وان في يعني طريقين او مدقين حوالين الكوبري، قلت له طب احنا بما انك انت يعني شركتك موجوده وبتعمل الكوبري ده، طب ما تعمل الطريق وتعمل لنا كمان الترعه. وانا بقول كده لسببين يا كامل معلش. تمام. لان احنا لو سبناهم ما عملناهمش اسفلت. بالظبط. هيضيعوا فندم. هيضيعوا. فاحنا هنيجي على نفسنا دكتور مصطفى معلش ونعمل ده، وحتى لو كانت التكلفه يعني مش متخططه قوي ان احنا ننفق في الموضوع دوت يا كامل. ارجو ان احنا المحور يبقى مش على قد 5 كيلو قبل وبعد
الكوبري او المحور اللي انت بتعمله، لا احنا ناخده بالمره، كل مصرف او ترعه نقدر نعملها، مش عشان اوامر يا كامل، عشان بس اولا نريح الناس في حركتها، ثم نحافظ على ان ما حدش هيتعدى بقى، لكن لما بيلاقيها تراب يفتكرها ارض ياخدها يعني. شكرا. العفو.